يحمل اللهو ده. كتسمعني؟ انا فرحانه بزاف جد بهذا النهار الخط. يحمل اللهو ده. انا عندي مشكل بالنسبه ليا، انا عندي 23 عام. عندي مشكل تقريبا 20 عام. وانا ما حسيت شويه مقارطه. يعطيك الخير. هادي شويه ما نتكلموش شي بالوشوشه، حاولي تكلمي شويه بصوت عالي باش الناس يسمعوك. واحد الجوده مزيانه. الله يعطيك الخير. واخا سيدي. المهم انا فاش بديت كنحل عيني شويه بقيت والديا مطارقين. كتسمعني؟ ولاني زعما ماشي ديفورسي، في كل واحد قعد قنت واحد في بلاصه. ولا واحد في بلاصه يعني خارج الدار؟ لا هو في شي بلاصه، ساكن في شي بلاصه بوحده، وماما في دارها، في دارنا، في دار والديها معنا اخر. المهم فاش بديت كنكبر شويه قربت باش ندخل المدرسه، وماما عرفات فين كاين، حيت ما كانش عارفه فين كاين داكشي، عرفات فين كاين، مشينا عنده التحقنا به. وقعوا شي مشاكل في الاول، مع هو كان شويه مدمن شي حوايج بحال هكا. يعني انا كنعقل على هادشي ملي كان عندي 5 سنين. فاش دازت المدة بديت كنتقرب من بابا بزاف، وكان هو كلشي تقريبا بالنسبة ليا. يعطيك الخير يا هدى، قولي شوية تعطيني صوتك. واخا من بعد ولات بيناتنا شي علاقة، شي علاقة بشكل كيفاش؟ يعني علاقة بحال لي راجل ومرا. شكون؟ انا والوالد. كتسمعني؟ نسمعك. وين شحال هاد الشيء؟ شمن عمر؟ تقريبا شي 8 سنين. 8 سنين؟ هدى درك تكلمي مع ناس مستمعين. انا عارفه هادشي. مستمعين زاز بيان سور، راني عارفه وتنبغيهم ياك. لا انا غادي نسمعك، لا نسمعك، انا غير بغيت نتاكد من هادشي اللي كتقولي لي تعاوديه ليا. اه في نظرك انا علاش انا هي طول الهضره هاد الهضره هادي؟ ماشي ماشي ماشي، لا انا غير فقط كناكد لك، هي كنعطيك بان هادو مستمعين راه مخصين الوقت ديالهم وتيسمعوا. هدى هاد 8 سنين هادي هكا هكا في 8 سنين بدات بدا باك تيتحرش بك. استاذ انا كنهضر لحقاش غنطردق. يعطيك الخير يا هدى، غادي ديري واحد الحاجه، بدلي بلاصتك الا كنتي كتكلمي من شي بلاصه محرجه مع عائلتك. بدلي بلاصتك. انا جالسه بوحدي ولاني واخا على خاطرك انا حيت كتكلمي معايا شي شويه. اعطيني شويه صوتك عالي. دابا كتسمعني؟ المهم فاش بدا داكشي مشيت انا قلتها لماما. فاش بدا داك هادشي اللي قلت لك دابا ما كنقدرش نقولها ب مشيت قلت انا، قالت لي راكي غير كتحلمي، راكي غير كتخايلي. وليت بالنسبه ليها بحال شي وحده مريضه صافي، ولا شي وحده كتحلم شي حاجه ماشي هي اللي قالت لي لا ما يمكنش هادشي صافي. داك الساعه قررت باش نسكت. فاش سكت لقيت راسي كندير شي حوايج ماشي هما هادوك، غدا في شي حاجه ماشي هي هاديك، ما كنتش مرتاحه. باك تيجي بمنتهى يعني بطريقه ماشي ما عنيفه ما والو، عاديه عادي. انا كنعترف فيها، ما كنقول حتى شي حاجه ماشي هي هاديك، ما كنقول كاين القضيه لا فيها لا عنف ولا اغتصاب ولا حتى شي حاجه، فهمنا؟ هادشي مفهوم. يعني كانت في الاول فاش كان كيجيني داكشي غريب مشيت قلت لماما، قالت لي لا كتحلمي انت. صافي بديت كنتاقلم مع الوضع عادي. المهم فاش وصلت لواحد 13 عام ولا بديت كنتمرض على الوضع، بمعنى انني بديت كيكون عندي علاقات بحد اخرين، كيكون عندي بزاف الحوايج،
كان ما كنحملش ندخل الدار. وفين ملي ما كتحمليش تدخلي الدار فين تتمشي؟ كنقيس في الدراسة إلى عندي بحال دابا من 8 ل 12 ولا شي حاجة. اختي تنجوز تنعمر لومبلوا فهمتي، ما خديتش ما كنحملش ندخل الدار. المهم انا اللي كنهضر معاك دابا راني كنحس براسي باللي راني اجي على هاد هاد لاج ديالي دابا بحكم هادشي اللي دوزت. دازت داكشي فاش وصلت لواحد 14 عام تعرفت على واحد السيد. 14 عام تعرفت على واحد السيد يعني بحكم فاش كنفكر دابا مزيان كنقرا تيب لي مكنتش كنبغي زعما لا غير كنت باغا شي حاجه تخرجني من داك العالم هذاك. المهم تزوجنا عاوتاني لقيت شي حاجه غريبه كنظن دابا الا قلتها لك غتحسبني حمقى لاني المهم انا غادي نقول. سمحي لي تزوجت على شحال من عمر؟ تقريبا شي 14 ولا 15 كنت مينور تزوجت عن طريق المحكمه وداك الشيء. وباك ما كانش عندهم بدائيا انت مشكل وزوجك ما كانش مشكل؟ حيت ما كنتش فيها باش تفهمني. يعني فضل انني نتزوج وابخي قبل ما توقع بيناتنا حتى شي حاجه يوليو يطلقوني. فاش انا سقطت الخبر داك الشيء يعني صافي انا ما بغيتش نجلس في الدار. خرجت مع داك الرجال مشيت سكنت مع خواتي. لا حتىك الخير هدى، راه ماشي ما تصدقيش هذاك اللي قال لي ودنيك فيهم المشكل. ما اعطيني شويه صوت كيكون عالي عافاك الله. عارف شحال عندي عزيز وشحال الله يحفظك. هي حيت ملي كتكلمي معايا بوش واش انا بغيت المستمعين يوصل لهم صوتك. ماشي حيت ما كنغوتش، حيت شدني الخلعه الصراحه. واخا المهم فاش تزوجت بداك السيد وليت كنشوف شي حوايج وحدين اخرين، حيت مع العلم انني فاش كنت كنعاود لك هادشي كامل كنا ساكنين فواحد البلاصه بحال الفيلاج. من بعد رحلنا فاش وصلت انا لكتر يماني حيت خصني نكمل القرايه. هي فاش نتعرف على هاد السيد هذا. فاش تعرفت عليه تزوجت بيه وداك الشيء قلت لي في المدينه كتسمعني. وليت فاش تزوجت بيه وليت كنشوف شي حوايج اخرين غرابين عاوتاني في داك العام. دابا انت كنتي في الباديه قبل؟ ايه. المهم وليت كنشوف شي حوايج وحدين اخرين عالم واحد. شوفي وليت كنعرف بلي راجل كيبغي الرجال فهمتني. شدود رجل هي الراجل كتفسرها صراحة. ايه ولكن هادشي كيفاش عرفتي؟ كيفاش عرفتي؟ كيفاش عرفتي؟ لاش انا في الاول كانت كتعجبني الفكرة وكنت كنبغي نحضر هذاك الشيء. كيفاش؟ قلت كنبغي نشوف داك الشيء. داكور. يعني عليا الفكرة انا قتلتها. حيت ما كنتش عارفة. شنو اقترح عليك؟ ما فهمتش. يعني اقترح عليا بانها تلقاي شي رجال ويكون معاهم. للاسف. وليت كنشوف داكشي عادي. وانت هاد الراجل سمحي لي من الاول ما بانت لك لا ما بانت لك على شكله ولا الصفه ديالو بانه في داك السلوك الشاد من لا. يعني من شفته قال لي داكشي حنان قال لي داكشي عاطف هو ماشي هكاك. المهم واحد المده تفرقنا. شحال ديال المده دازت؟ شي 3 ايام. 3 ايام وانتم في علاقه زوجيه؟ صافي تفرقنا ما بقيتش كتهضر. هذا مغربي ولا؟ بيان سور. داكور. المهم قررت على الدار. ما بقيتش كتهضر نتزوج ما بقيتش كتهضر نتا وليت كنمشي للدار نهار ولا يومين من دارنا ما كنقدرش نجلس فيها. ما عندي ديبلوم ما عندي حتى شي حاجه ما عرفتش شنو ندير. وحلت عندي 20 عام ما كملش 23 عام. دابا انت تزوجتي في 15 عام تقريبا. تقريبا جلستي مع الراجل حتى 18 عام تقريبا. ومنين رجعتي في 18 عام في رجعتي لداركم؟ واحد العام. ها؟ من 18 عام حتى 19 عام. سمحي لي يا هدى راه كنحاول ندقق معاك شي شويه.
يا راني كنسمعك وكنجاوبك يعني يلا قد السؤال ديالي، قول لي في 19 عام خرجتي من داركم علاش؟ هو ده كبيرة اعطيني شوية من صوت، اعطيني شوية صوت، اعطيني شوية. ما قدرش نكمل في داك الطريق. حكيت على وضع اللي ما عرفناش قصته، ما عرفناش نهايته في 19 عام، وحتى الوشوشة اللي كانت تتكلم بها كانت صعيبة شوية باش نقبلوا التواصل ديالها.